رغم توالي الجهود الأممية والدولية لإيجاد مخرج من الأزمة المشتعلة في البلاد، إلا أن على مدار 12 عاما عمر ولادة الدولة الجديدة بعد الثورة لم تفلح في انتشال الإنسان الليبي من بئر مصائبه السياسية والاقتصادية والأمنية. 9 مبعوثين أمميين وحكومات مؤقتة ومبادرات إقليمية ودولية، فضلا عن اجتماعات ماراثونية لمت كل أطياف المشهد، إلى أن أيا منها لم يصل بالليبيين إلى شط الأمان وبقيت تراوح مكانها. وأولى هذه المبادرات الأممية كانت مع انطلاقة الثورة عام 2011 تحت بند حماية المدنيين، ليكون الملف بأكمله فيما بعد تحت القيادة الأممية. كل تلك السنين وتحت المظلة الأممية ودول الثقل العالمية عانت الأزمة الليبية من غياب التوافق الدولي، ما أخر كثيرا من الحلول. تخلل هذه الأوضاع المبعثرة داء عضال ظهرت أعراضه في الانقسامات والاصطفافات، مع غياب مؤسسات دولة قوية تستطيع إدارة البلاد وبناء هياكلها من جديد، وما شكله قانون العزل السياسي الذي ترجم النفسية الليبية الحانقة على رموز النظام القديم. بينما كانت تفشل كل المحاولات الأممية المبكرة في احتواء الخلافات أو حتى في إقناع الفرقاء بالجلوس إلى طاولة واحدة، الأزمة الليبية ما زالت أطرافها السياسية تصطدم بجدار من العقبات، ليس أقلها إمكانية إجراء الانتخابات، خاصة مع استحالة التقارب بين شطري البلاد الغربية والشرقية واستفحال النزاع على السلطة والموارد النفطية بين القادة السياسيين، في وقت لم يتفق بعد الفرقاء على وجود قاعدة دستورية ناظمة للترشح للانتخابات، وهي عقبة تقف في طريق انعقاد العملية الانتخابية وتوحيد البرلمان. بينما لا يزال مصير المؤسسات القائمة في ليبيا ودورها في توحيد البلاد وفي مقدمتها الجيش مجهولا وفي أحيان كثيرة مبعثرا، والحديث عن الأمل لما تفقد الأمم المتحدة، كيف لا وها هو المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي يبشر بجولات جديدة من الحوار السياسي ربما تنطلق خلال الأشهر المقبلة. الآن للحديث عن التجربة السياسية في ليبيا بعد 12 عاما من الثورة، نبحث في هذه الحلقة مع ضيوفنا من طرابلس. سيكون معنا عيسى تويجر وزير التخطيط الليبي السابق، سيكون معنا من مصراتة علي أبو زيد الكاتب والباحث السياسي، ومن تونس ميركو كيلبرث الصحفي المتخصص بالشأن الليبي. مرحبا بكم جميعا ومساء الخير. سيد ميركو، أبدأ معك في البداية. 12 عاما بالتمام والكمال على اندلاع الثورة الليبية، طبعا الواقع الآن لا يعكس بأي حال من الأحوال التطلعات التي كان يتطلع عليها الشعب الليبي والثوار في بداية هذه الثورة عام 2011. ما الذي أحال الأحلام الوردية في البداية إلى واقع كالح الآن؟ أتذكر عندما كنت أسافر عبر الأراضي الليبية في أعقاب الثورة، أول إنذار صدر ولفت انتباهي عندما قرر الثوار أنهم سيحصلون على الأموال مقابل مشاركتهم في الثورة، وكان هذا أول الأخطاء التي ارتكبوها، حيث كان بعض المقاتلين يتقاضون أموالا ترمز إلى بداية المشكلة التي بدأت في ليبيا منذ ذلك الحين واستمرت حتى اليوم، وهي تتعلق بتوزيع الثروة والأموال على المقاتلين، وكانت هذه أول نقطة تحول. ثم كان أيضا هناك قانون العزل الذي عزل الكثيرين من المواطنين في المؤسسات والجامعات وغيرها بعيدا عن المشهد السياسي، وأبقى الكثيرين من الناس الذين كانوا مستعدين للتفاوض والوصول إلى حلول وسط. ثم تطورت الأمور أن ليبيا هي دولة غنية وكان يمكن أن تصبح دولة ثرية في الوضع الحالي، وهذا عندما كان ينبغي أن تكون هذه الأموال مستثمرة بشكل متساو في القطاعات الهامة في البلد. وأيضا هذه كانت أهم الأخطاء، وإضافة إلى ذلك لا يزال لدينا نفس الخطاب، حيث يقول إن طرابلس أغنى بكثير من الجنوب وهي منطقة منسية ولا يتم الالتفات إليها.
أعتقد أن الأخطاء تعاقبت في المرحلة الأولى، ولكن لا أود أن أغفل ذكر المجتمع الدولي ودوره الذي اختلف واتجه عندما رأى ليبيا تتحول إلى مركز تجاري، وأرادوا بيع المستشفيات والأسلحة وغيرها لتصبح فرصة للاستثمار بغض النظر عن الانتخابات والأوضاع السياسية. وكان في ديسمبر عام 2021 حاولوا إجراء انتخابات ولكن لم يتم ذلك بشكل مرضي على الأسلوب الغربي كما نعرفه، خصوصا مع وجود جماعات مسلحة على الأرض. أردت أن أضع الكثير من اللوم على هذا الائتلاف الذي تولى السلطة ودعم لأنه لم يكن قويا بالقدر الكافي لإحداث العدالة وتطبيقها على الأرض في البلاد. طيب، إذا وضعت يدك سيد ميركو على مجموعة من الأسباب التي أدت إلى وصول الوضع السياسي وحتى الميداني في ليبيا إلى ما هو عليه الآن. سوف نحاول أن يعني نعلم أو نطلع على طريقة تقييم سيد عيسى تويجر لأسباب الخلل في الثورة الليبية التي أدت في نهاية المطاف إلى الوضع الحالي الآن، الذي أكيد معظم الليبيين إن لم يكن كلهم غير راضين عنه، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الآمال الكبيرة والأهداف السامية والنبيلة للثورة الليبية في البداية. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا. وأهني الشعب الليبي بمناسبة ثورة فبراير. هذه الثورة التي جاءت لإسقاط النظام السابق وبناء نظام جديد، ولكن وفعلا أثبت الليبيون في بداية الثورة في 2011 أنهم كلهم يعني بغض النظر عن توجهاتهم يريدون التحول إلى نظام جديد، وذهبوا إلى الانتخابات بأعداد كبيرة وانتخبوا برلمانا، وهذا البرلمان شكل حكومة، وتم التداول السلمي على السلطة من الحكومة القائمة إلى الحكومة المنتخبة، وصارت الأمور في البداية بشكل جيد، إلا أن الأمور تغيرت فيما بعد. وكان العامل الحاسم إلى جانب العوامل الهامشية التي تحدث عنها ضيفك، العامل الحاسم هو التدخل الأجنبي الذي لا يرغب في أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية، خاصة في أعقاب ثورة، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا على دول أخرى لديها نظم استبدادية. وللبرهان على ذلك فأن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي منعت من التحول. تونس مثلا وصلت إلى برلمان منتخب وإلى دستور، ثم بعد ذلك أفسدت العملية كلها بتدخل أجنبي، ومصر على نفس المنوال. طيب، هل لنا أن نكون أكثر مباشرة وصراحة أستاذ عيسى؟ التدخل الأجنبي قد يعني يفسر بعدة طرق، وقد يعني يخطر إلى بالنا مجموعة من الدول، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية. أنت تشخص المشكلة في أنه التدخل الأجنبي هو الذي يعني أخرج سكة الثورة الليبية أو قطار الثورة الليبية من سكتها. من هو التدخل الأجنبي بالتحديد؟ في البداية نعم، في البداية كان التدخل المباشر واضح يعني من الإمارات العربية ومن مصر، تدخلوا بشكل مباشر ودعموا الثورة المضادة بالسلاح، وقصفوا طرابلس وقصفوا الكلية العسكرية، وهذا أمر لا يخفى على أحد. يعني هناك تدخلات سلبية أيضا من فرنسا ومن روسيا، هناك تدخلات سلبية أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية في فترة حكم ترامب الذي أعطى الضوء الأخضر لتدخل حفتر في طرابلس، وهذه كلها يعني تدخلات سلبية. ومعظم التدخلات السلبية بدأت في عقاب ظهور حركة الكرامة في بنغازي، وتنظيم العديد من الاغتيالات والتمهيد لثورة مضادة قادها العسكر. والقضية كلها تتمحور حول الرغبة في تنصيب عائلة بديلة لعائلة القذافي، لأن المشكلة ليست مع طبيعة النظام، ولكن المشكلة كانت مع القذافي نفسه. والآن هناك رغبة كبيرة من هذه الدول التي أسميتها
أن تنصب بديلا عائلة أو فرد أو عسكري على الدولة الليبية. ولذلك عطلوا الدستور وعطلوا البرلمان، خطفوا البرلمان إلى الشرق وعطلوه، وكل هذه أمور الآن معروفة. يعني تشير بشكل واضح إلى خليفة حفتر، أليس كذلك؟ محاولة الآن، ما الذي يمنع الآن من الوصول إلى اتفاق على القاعدة الدستورية؟ طيب الآن القاعدة الدستورية تم الاتفاق عليها. لا، القاعدة الدستورية إذا سمحتني دقيقة واحدة أستاذ عيسى، بس نكمل النقطة. احنا جايين نقطة في البرنامج نص ساعة، ويمكن أن نتحدث على كل نقاط. حينما تحدثت عن الشخص أو العائلة البديلة، هل كنت تقصد خليفة حفتر؟ العائلة البديلة ممكن تكون خليفة حفتر، ممكن تكون أي عائلة أخرى، المهم أن الرغبة في تنصيب نظام فردي دكتاتوري ينسجم مع الأنظمة القائمة. طيب. هو هذا المطلوب. مفهوم. طيب اسمح لي أن أتوجه إلى مصراتها والأستاذ علي. سمعت مداخلتي الضيفين الكريمين، أسألك إذن، هل هو التدخل الخارجي الأجنبي الذي أدى إلى خروج قطار الثورة الليبية عن سكتها الأصلية، أم أنه عوامل أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. أعتقد أن ربما كل شخص يتكلم من زاوية، وهذه الزاوية تحمل جزء من الحقيقة ولكن ليس الحقيقة كاملة. ما حدث في ليبيا، إذا أردنا أن نتكلم عن 17 فبراير، فهي ثورة جاءت نتيجة تراكم فشل في السلطة لمدة 40 عام، غابت فيها التنمية، غابت فيها وجوه النهضة في ظل ديكتاتورية مطلقة، حتى وصل الشعب إلى مرحلة يرى فيها ضرورة التغيير، وربما كان التغيير العنيف. للأسف هذا ما اضطر إليه الليبيون، وهذا ما أنتجته حتمية الحركة التاريخية للمجتمع الليبي التي أيضا تتأثر بدول الجوار فيما عرف بالربيع العربي. الليبيون وجدوا أنفسهم أمام خواء سياسي وفراغ سياسي تنقصهم الخبرة، لا توجد لديهم المؤسسات، ردة فعل النظام السابق العنيفة أيضا. هذه أسباب الثورة أستاذ علي، نتحدث عن نتائجها، نتائج الثورة لماذا لم تصل إلى ما كان يطمح إليه الثوار والليبيون؟ أنا بدأت الآن في الأسباب. الليبيون لم تكن لديهم مؤسسات حقيقية لإدارة الدولة، لم يكن لديهم العقد الاجتماعي والدستور، أو حتى الدستور المحكم الذي يتفقون عليه. كانت لدينا ولا زالت أزمة في النخبة التي تقود. كل هذه الأمور أدت لغياب الثقة في إدارة الدولة ولبدء الصراعات الداخلية، مع وجود التدخل الخارجي الذي بطبيعة الحال تهمه بالدرجة الأولى مصلحته. لذلك بدأ أيضا في المجتمع الدولي الذي رعى وحمى الثورة في ليبيا وساهم بشكل فعال ورئيسي في إسقاط نظام القذافي، وجدت هذه الدول التي تشكل منظومة المجتمع الدولي أنها مطالبة بالتدخل كل على حدة لحماية مصالحه ولدعم طرف على حساب آخر. فالذي حدث للأسف هو توليفة من الفشل الداخلي الذي أولد صراع وصل في أكثر من مرة للمواجهة المسلحة العنيفة، وأيضا دعم دولي خارج المنظومة الدولية، وبقيت المنظومة الدولية عبارة عن ديكور أتى فيه 9 مبعوثين أمميين ولم يستطيعوا تقديم شيء، لأن من يرأسهم وهي المنظومة الدولية مختلفة، أو هناك خلاف واسع بينها ولا يوجد توافق على إيجاد حل في ليبيا. أنا ما أريد أن أؤكد دوما أن الحل، أنا مثلا سمعت الأستاذ إيسا تواجر وهو يلقي باللوم الأكبر على المجتمع الدولي. صحيح المجتمع الدولي تدخل سلبي، ولكن المجتمع الدولي وجد الفراغ الذي سمح له بالتدخل السلبي. الليبيون هم الذين يتحملون المسؤولية الأولى في حل مشاكلهم. إذن هناك دور داخلي ودور خارجي. العقلية التي تحكم. طيب أعود إلى الأستاذ أميركو. طيب إذا سمحت لي فقط حتى أعود إلى ضيفي شيئا، ما سأعود إليك أستاذ علي. سيد أميركو في تونس، إذا تحدثنا شيئا ما عن دور الأمم المتحدة ولها دور كبير يفترض
للأسف لم يأتي بنتيجة جيدة، ولكن هناك دور كبير للأمم المتحدة. 9 مبعوثين للأمم المتحدة إلى ليبيا لم يجدوا حلا للأزمة هناك. مجموعة من الجولات للحوار بدأت من 2012 غدامس جنيف وصخيرات كلها، وتم تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن كل ذلك فشل. أين المشكلة إذن؟ كل هؤلاء المبعوثون وكل هذه الاجتماعات وكل هذه الاتفاقات وفي نهاية المطاف تفشل كلها، أين الخلل؟ كان هناك اتفاق غير مكتوب منذ البداية على أنه لا يكون هناك وجود لقوات أجنبية على الأراضي الليبية، وكان أيضا يعني أن عدم وجود قوات الأمم المتحدة تحمل السلاح حتى على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار أو منع الأطراف من الصدام. في البداية كانت وجود الأمم المتحدة ضعيفا على الأرض في ليبيا، وذلك بسبب الهيكل الموجود على الأرض بالفعل، وكان معظم هؤلاء يعيشون في تونس الذين تركوا طرابلس عام 2014، ولم يكن هناك وجود قوي حتى في بنغازي أو في الجنوب، وكان هناك مشكلة هيكلية في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وكما قال الضيف من مصراتة، كان هناك تنافس بين مصالح أجنبية مختلفة بين دول خليجية، بين إيطاليا وفرنسا، حتى لم تتفقان على نفس السياسات. إيطاليا كانت لها مصالح في الحفاظ على مصادر الغاز من ليبيا غرب ليبيا، بينما فرنسا كانت مهتمة في الإبقاء على الإسلاميين بعيدا عن الجنوب. وكانت هناك أيضا دول خليجية لم تريد الديمقراطية لليبيا، ولذلك بعثة الأمم المتحدة كانت واجهت كل هؤلاء الأطراف المختلفين، ولم يكن هناك اتفاق متعمد في الوصول إلى حل يجمع الغالبية، وهذا أدى إلى عدم الاستقرار في ليبيا التي هي أيضا جغرافيا تتمتع بموقع استراتيجي. هناك 2000 كيلومتر من السواحل المتوسطية، فغالبية القوات المؤثرة اللاعبين الفاعلين في المنطقة، حيث كان الدبلوماسيون الألمان يحاولون بخليط من الدبلوماسيين الأجانب الغربيين، وفشلت عملية برلين ودخل المزيد من الأسلحة إلى الأراضي الليبية. أنا أتفق عن أن هذا هو خليط من المشاكل الداخلية بين الهويات المختلفة لليبيين. أنا أرى دولة ذات هوية قوية أقصى ربما من تونس، ولكنها تظل محلية، والأمر استغرق وقتا طويلا حتى، وأضع اللوم هنا على الأطراف الغربية، الدول الغربية التي دعمت الانتخابات في عام 2014 ولكنها لم تحترم النتائج التي صدرت عنها في ذلك الحين. فلماذا ينبغي على أي ليبي أن يرى أن الانتخابات المقبلة ستكون أفضل وتستحق الاحترام، وأن سيمنع المسلحين من التدخل؟ لقد أوقف المسلحون الانتخابات الأخيرة عام 2000 في ديسمبر 2021، ولكنهم لم يقبلوا بالمرشحين. إذن ليبيا تحتاج إلى وجود دولي أقوى بشكل أكثر حيادية في عقد مؤتمر، وأعتقد أن هذا الأمر استمر لعشر سنوات، وفي النهاية أصبح الأطراف الآن الذين يحصلون على الدعم من البنك المركزي ويصلون إلى حلول وسط، لكنها لن تستمر كثيرا لأن السياسة الدولية، هناك صراعات في أوكرانيا وصراعات أخرى وأزمة في الطاقة، ولأن ليبيا هي مطمع لاهتمام ومصالح الدول الغربية. لابد من دعم الشعب الليبي على الأرض، ويحصل نوع من الترابط بين جميع الأطراف في ليبيا، وأن تعود الأطراف الدولية وتعمل مع الجميع ولا تدير الأمور من تونس أو من غيرها من الدول. طيب، أنت أشرت سيد ميركو إلى نقطة مهمة جدا أود أن أتحدث بخصوصها، وهي الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في نهاية 2021. سيد عيسى،
يعني بنيت الكثير من الأمال والطموحات على إجراء الانتخابات وإنتاج نظام سياسي يحكم البلاد ويدخلها في حالة من الاستقرار، لكن ذلك لم ينجح وخبت كل تلك الأمال. ما السبب في ذلك؟ وهنا يمكن الحديث إلى نقطة القاعدة الدستورية التي أردت أن تتحدث عنها قبل قليل. أين المشكلة بالتحديد في الانتخابات؟ المشكلة هي غياب التوافق الحقيقي بين القوى في الشرق والغرب، يعني القوى السياسية هي الحقيقة، لا يمكن تصنيفها شرقا وغربا، هي قوى سياسية تختلف في وجهات النظر مختلطة، يؤيدها الشرق ويؤيدها الغرب، وبالتالي لا نتحدث عن الجغرافيا، نتحدث عن يعني توجهين في الشرق والغرب. فكانت القوانين التي صدرت عن البرلمان منفردا كانت قوانين معيبة، ولم يكن بالإمكان أن يقبلها الطرف الآخر في المنطقة الغربية أو في المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي لم تتحقق الانتخابات، وكان هذا معروفا مسبقا، إلى جانب التفاعلات الأخرى يعني المعروفة. فالمشكلة في ليبيا أو المشكلة التي تواجه الأمم المتحدة هو قضية التوافق الحقيقي على قضايا حقيقية. منهجية الأمم المتحدة تعتمد دائما على التوافق التشاركي بين الأطراف الموجودين في الساحة، وهم غالبا لا يمثلون كل المجتمع ولا يمثلون كل القوى السياسية ولا يتطرقون إلى القضايا الأساسية، مثل قضايا التهميش التي تحدث عنها ضيفك في البداية. يعني في ليبيا يشعر الجنوب أنه مهمش ويشعر الشرق أنه مهمش، وفي الواقع أن الكل مهمش، يعني ليبيا كلها مهمشة في عهد نظام القذافي. إذا جئت لطرابلس فتجد أنها متخلفة جدا، طرقها متكسرة، مستشفياتها لا تعمل، الليبيون يعالجون في تونس وفي مصر وفي تركيا، التعليم منهار، هذه كلها ورثناها من النظام السابق، وبالتالي التهميش طال كل مكان. المشكلة أنا سعيد أن ضيوفك وافقوا على أن المشكلة الحقيقية هي من التدخل الخارجي. صحيح. وصحيح أن فيه عناصر محلية تتبع هذه التوجهات الخارجية، ولكن لا زال الاتفاق السياسي مرهونا بموافقات أجنبية. الآن وصلنا إلى نقطة أن فيه اتفاق على جزء كبير جدا من القاعدة الدستورية، وصدر التعديل 13 عن البرلمان، وأعتقد أن هذا التعديل سيحظى بالقبول من المجلس الأعلى للدولة لأنه هذا متفق عليه، وبقيت فقط شرط واحد وهو شرط الترشح للانتخابات. نعم. رحل إلى القوانين، وهذا يحتاج إلى مهارة وذكاء عالي واستراتيجية جيدة تسمح للأطراف أن تترشح، ولكن تضمن عدم انفرادهم بالسلطة إذا ما فازوا بالانتخابات. طيب سيد علي، هل هناك أمل كما ترى في التوصل أو الاتفاق على قاعدة دستورية يمكن على أساسها ضمان إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة طبعا، تؤدي إلى تشكيل حكومة تدخل البلاد في حالة من الاستقرار المبدئي لنقل؟ أنا أرجو أن تعطيني مساحة كافية من الوقت لأني في بعض النقاط أريد أن أوضحها. فيما يتعلق بمسألة التوافق، أعتقد أن الليبيين على مدى 12 عاما تعلموا، ولكن ربما بالطريقة الصعبة وبالتكلفة العالية التي كانت يعني على حساب الأرواح وربما المؤسسات وحتى موارد الدولة. هذا التوافق نما بشكل بطيء جدا جدا جدا، وربما كانت أبرز ملامحه وما بعد 2019 و2020 بعد الحرب التي شنت على العاصمة طرابلس. الجميع اقتنع أن الاحتكام إلى السلاح لن يؤدي إلى نتيجة لحالة التوازن العدمية في القوة، وأنه لا يوجد أي طرف سواء عسكري أو سياسي يستطيع أن يحسم المعركة عسكريا، وبقيت حالة المغالبة السياسية. حالة المغالبة السياسية طبعا الضغط الدولي نتيجة الاختلاف الدولي ضعيف، لذلك فحالة الضغط على الأطراف المعنية بالتوافق أيضا ضعيفة، فالتوافق يذهب أو يتحرك ببطء شديد. ولكن هناك تقدم،
الإشكالية في ليبيا ليست إشكالية أيديولوجيا بين أطراف سياسية، وإنما هي أيضا إشكالية مصالح. هناك كما تطرقت حضرتك في مقدمة هذه الحلقة أن هناك صراع على السلطة والمال، لأن السلطة في الحقيقة الآن أصبحت مدخلا للحصول على الأموال والموارد. هذا الصراع على السلطة والمال يجعل حالة المغالبة هي المسيطرة في غياب إطار دستوري وإطار قانوني. نعم. وأعتقد أنه حتى لو توافقنا على إطار دستوري وإطار قانوني، هذا النص ما لم يكن عن قناعة من مختلف الأطراف ورأت فيه مختلف الأطراف ضمان لمصالحها، فأعتقد أنه سيفشل. لذلك الذهاب للانتخابات، الانتخابات ليست غاية وإنما هي وسيلة للوصول للاستقرار. لذلك أعتقد أن الليبيين يجب أن يكونوا على درجة أكبر من الصراحة. كل الأطراف الموجودة حاليا يجب أن تتكلم بصراحة واضحة. جميع المصالح محترمة ومقبولة ما دام أنها في إطار المصلحة الوطنية. هذا ما نتمنى أن يصل إليه الليبيون، وخاصة الأطراف المتكلمة أقل من دقيقة ونصف لنهاية البرنامج. هنا المبعوث الأممي الجديد يحاول أن يفتح الباب لجلسات حوار جديدة. في كلمات قليلة، هل تستطيع الأمم المتحدة أن تقدم حلا بعد كل تجاربها السابقة؟ أعتقد أن الأمر مرهون بالتوافق الدولي. إذا تم هناك توافق دولي، وأعتقد أن هناك الآن بوادر لهذا التوافق، فأعتقد أنها ستستطيع أن تنجز شيئا. نعم. أستاذ عيسى، هل هناك أمل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟ هو مش المبعوث لوحده، أعتقد المبعوث ليس لديه أي شيء. يعني المبعوث يحاول أن يدفع بالجسمين الوحيدين الآن، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، هم الاثنين اللي يقدروا توافقوا. كما ذكرت هم اتفقوا الآن على آلية الحكم، على قاعدة دستورية، ما زال فقط القوانين المتعلقة بالانتخابات. شكرا جزيلا لك. من طرابلس كان معنا عيسى تويجر وزير التخطيط الليبي السابق. من مصراتة كان معنا علي أبو زيد الكاتب والباحث السياسي. ومن تونس كان معنا ميركو كيلبرث الصحفي المتخصص بالشأن الليبي. للخبر بقي مشاهدينا الكرام وصل إلى نهايته.